أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، دعوة للتفاؤل. شهر رمضان شهر كله رحمة، كله مغفرة، كله استبشار، كله تفاؤل، ولم لا؟ والله سبحانه وتعالى يغفر فيه الذنوب والسيئات والتبعات، ويقبل سبحانه وتعالى على من أقبل عليه. شهر رمضان يا جماعة شهر للاستبشار والتفاؤل. تفاؤلوا بالخير تجدوه. عندك مشكلة هتتحل، عندك وجع وألم ومرض والله ستشفى بأمر الله سبحانه وتعالى، عندك ضائقة مالية بسرعة هتتفك، بس بحاجتين. أنا جاي لحضرتك النهاردة بجايزتين مهمين جدا بفضل الله سبحانه وتعالى يحلوا كل مشاكل حياتنا. الأولى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لسه في ناس زعلانة من ربنا، لسه في ناس عندها شك في قدرة ربنا، لسه في ناس حاسس إن هو هيفضل عايش في الوهم والوجع والهم والغم. لا يا جماعة، ده ربنا سبحانه وتعالى ينزل سورة كاملة في القرآن الكريم تدعو للتفاؤل والاستبشار. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، وده أسلوب من أساليب القرآن يا جماعة، كله تفاؤل، كله استبشار. وبشر المحسنين، وبشر المخبتين، وبشر المتقين. بشراكم اليوم جنات والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يا جماعة احنا محتاجين نحسن الظن في الله سبحانه وتعالى على أنه قادر أن يكشف الوجع وأن يشفي المرض، وأنه سيفرج الهم ويكشف الكرب وحده سبحانه وتعالى. سيدنا النبي قل لنا أن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. علشان كده الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا عايشين حياتهم بتفاؤل واستبشار. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: والله إني لأعلم بحسن ظني ما الله فاعل بي، لأن الخير لا يأتي إلا من الله. يا جماعة احنا محتاجين نحسن الظن في الله سبحانه وتعالى في كل مراحل حياتنا، في كل أزمة تمر عليك قل ربنا سيجعل لي مخرجا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. يا جماعة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى مستديم معنا حتى في أبشع اللحظات، سكرات الموت. هذه اللحظة الصعبة الصعيبة أنت مطالب فيها أيضا بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. سيدنا جابر يقول لنا كده رضي الله عنه أرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قبل أن يموت بثلاثة أيام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. علشان كده لما نام شاب على فراش الموت بكى عليه الأب، فقال له الابن: ما يبكيك يا أبي؟ قال: أبكي على فراقك وعلى موتك. قال له: يا أبي، أرأيت لو أن الله أوكل حسابي إلى أمي، أمي يوم القيامة هي اللي هتحاسبني، ماذا عساها أن تصنع بي؟ قال: والله لأدخلتك الجنة. قال له: يا أبي أبشر، فإني مقبل ومقدم على من هو أرحم بي من أمي، على من قال: ورحمتي وسعت كل شيء. عايزك تقول: عسى فرج يكون عسى. قلها تفرج إن شاء الله، هتتحل إن شاء الله. عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى، لا تجزعن إذا حصلت يأسا يقطع النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. الحاجة الأخيرة: لو أحسن الظن.
لأحسنوا العمل. مع حسن الظن تقدم خطوة إلى الأمام، اسعى واطلب من الله سبحانه وتعالى، سيكشف الله عنك ما أنت فيه بحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.